دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق إلى عدم مشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في الانتخابات المقبلة وترك الخيار للعراقيين في اختيار قوى جديدة. وأكد المتحدث باسم التيار الصدري محمد العراقي أن دعوة الصدر تسعى لبناء عراق جديد ليس فيه تبعية لأحد أو ميليشيات ومحاصصة طائفية وسلاح منفلت. وتباينت ردود الفعل على دعوة الصدر بين من اعتبرها غير واقعية، في حين اعتبرها آخرون بأنها تقدم حلا جذريا للوضع السياسي في العراق. هذا وما زالت جماهير التيار الصدري ترابط أمام مقر البرلمان العراقي للأسبوع الخامس على التوالي في أكبر اعتصام للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. مشاهدينا، للمزيد ورحب ضيفي من بغداد السيد فاضل الدبي الكاتب والباحث العراقي. ورحب بك سيد فاضل. دعوة الصدر أو المبادرة التي قدمها الصدر، هل هي واقعية أم ضرب من الخيال برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك ومشاهدي قناتكم المحترمة. بالحقيقة ما طرحه السيد الصدر كان يمثل تطلعات الجماهير العراقية اللي نادت به قبل أكثر من عامين في عام 2019 عندما في ثورة تشرين، عندما نادى الشعب العراقي بيجب تغيير العملية السياسية وتغيير جذري في هذا النظام. ومن ضمن هذه المطالب كانت جماهير آنذاك تطالب بإزاحة الأحزاب الحاكمة التي فشلت في إدارة البلاد. لذلك السيد الصدر عندما انسحب من الانتخابات عام 2021 قبل الانتخابات وقع وثيقة مع جميع الأطراف والأحزاب السياسية بأن يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي، وعندما فاز بمقاعد ما يقارب 73 مقعد تخلى خاصة الأطراف الشيعية وتنكروا عن تواقيعهم وميثاقهم، لكن التزم طرفان فقط هما السيد الحلبوسي والسيد البرزاني، التزموا مع السيد الصدر بالاتفاق على تغيير بالعملية السياسية والإصلاحات. لكن ما بدأت إن تدخل بالحقيقة هناك أعتقد ضغوط على المحكمة الاتحادية من خلال تفسيرات، تفسير الكتلة الأكبر وتفسير انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، مما عقد المشهد وأدى إلى انسداد سياسي. لم يحقق الصدر رغبته في إجراء إصلاحات من خلال الشرعية الدستورية، فاضطر منسحبا وسحب كتلته وليصطفى مع الشارع. نعم. ولينتقل بذلك إلى الشرعية الثورية. طيب، ولكن سيد فاضل، يعني البعض يرى بأن هذه المبادرة من قبل الصدر يعني تزيد من تعقيد الأزمة في العراق، لأنه إذا انسحبت كل القوى السياسية التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي حتى اليوم، من القوى البديلة التي يمكن أن تحل محلها؟ بالحقيقة هذه القوى الحالية هي لم تكن موجودة قبل عام 2003 على الأرض العراقية، وإنما أغلبها جاءت مع الاحتلال الأمريكي. لذلك هناك حركات وقوى شعبية وسياسية في الداخل العراقي، لكن لم تسمح قوانين الانتخابية ولا المال السياسي ولا الإعلام بأخذ فرصتها بالمشاركة والمنافسة العادلة بالانتخابات. لذلك هذه نشاهد أنه السيد الصدر يعني دغدغة أو تفاعل أو تعاطف مع الجماهير العراقية بهذا المطلب. ولذلك اليوم نشوف هناك حالة ارتياح وكسب شعبي من قبل الجماهير مع هذه المبادرة. لذلك السيد الصدر عازم على هذه المبادرة بعد أن دعا إلى حوار علني مكشوف أمام الشعب العراقي، لكن الطبقة السياسية رفضت أن يكون هنالك حوار علني أمام الشعب العراقي. طيب، ولكن سيد فاضل لم تجب على سؤالي، هل هناك قوى سياسية موجودة في العراق يمكن أن تتصدر المشهد
يعني تكون بديلا عن هذه القوى الموجودة الآن؟ نعم بالتأكيد موجودة هناك قوى سياسية عريقة تشكلت بعد 2003، قوى جماهيرية منها حركات في تشرين وحركات المستقلين وحركات الليبرالية ومدنية، وبعضها نتيجة سياسة القمع وتكميم الأفواه اضطرت تغادر الأراضي العراقية، لكن هنالك شخصيات سياسية فاعلة وبارزة على الساحة العراقية، والعراق دائما بلد ولاد للطبقة السياسية والسياسيين والأكاديميين، بحيث اليوم هناك على صعيد أساتذة الجامعات والسياسيين البارزين، لكن بسبب عدم العدالة في قانون الانتخابات والمنافسة العادلة بقوا مترقبين ولا يستطيعوا أن يشاركوا مع هذه الأحزاب التي تسلطت على الشعب العراقي. طيب أخيرا سيد فاضل، برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لحل هذه الأزمة في العراق؟ هل هناك سيناريوهات واقعية؟ بالحقيقة بعد المهلة التي أعطاها سيد الصدر اللي عام اعطاها بعد 72 ساعة، يعني هناك غليان ونفير شعبي في الشارع العراقي بعدما أكد سيد الصدر أنه سيرفع يده عن هذه الجماهير، والجماهير لها الحق أن تقرر المصير. أو يا أما السيناريو الآخر أن تقرر المحكمة الاتحادية لنزع فتيل الأزمة بحل البرلمان، وأرى أنه هذه أسلم الحلول على المحكمة الاتحادية أن تقرر حل البرلمان للعودة إلى الحوار، وإذا لم تحل المحكمة البرلمان ستؤدي إلى سامح الله إلى ما يحدث عقباه. أشكرك جزيلا سيد فاضل الدبي الكاتب والباحث العراقي، كنت معي عبر سكايب من بغداد.